طب احنا معانا زميلنا كريم احمد رئيس قناه النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك يا زميلي محمد، تحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ايه اخر الاخبار عندك؟ طبعا يمكن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره والمؤتمر الصحفي طبعا الخاص باللائحه الاساسيه طبعا بالنسبه لي للنادي الاهلي، يمكن قرر مجلس اداره النادي الاهلي زي ما احنا عارفين طبعا مؤتمر صحفي ظهر اليوم لعرض طبعا البنود الخاصه بلائحته الاساسيه وايضا اوجه الاختلاف في اللائحه الاسترشاديه الصادره طبعا من اللجنه الاولمبيه. طبعا لو بنتكلم بشكل عام عن المؤتمر اليوم هيبقى فيه استفسارات كتيره جدا طبعا عن اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، اللائحه الاسترشاديه، البنود، المخالفات طبعا من وجهه نظر مجلس اداره النادي الاهلي، امور كثيره جدا. لكن في هذه اللحظات هينضم لي طبعا دلوقتي الاستاذ وائل عوض عضو النادي الاهلي وعضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. استاذ وائل طبعا في البدايه طبعا عايز اكلمك على الحضور النهارده بالنسبه لك، بيمثل لك ايه النهارده؟ حابب تقول ايه؟ شايف كمان بشكل عام بالنسبه للائحه الاسترشاديه من اللجنه الاولمبيه امور يمكن فيها لغط كتير جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، النهارده يبقى في شرح كبير جدا بالنسبه للائحه الاسترشاديه. مساء الخير. اولا انا جاي النهارده عشان احضر يوم تاريخي من ايام النادي الاهلي، ان احنا النادي الاهلي جاي النهارده يقول كلمته ويقول موقفه ويبين موقفه الصريح والواضح من اللائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه اللي ان شاء الله هتتوزع علينا وان شاء الله نسعد ببنودها. وانا بيمثل اليوم ده يوم تاريخي فعلا، لان احنا النهارده ان شاء الله بامر الله نقول كلمتنا، والكلمه بتاعتنا ان شاء الله هي اللي يكون ليها اليد العليا. بالنسبه للبنود اللائحه الاسترشاديه، وطبعا انت حضرتك تابعت الايام اللي فاتت العديد من الاقاويل اللي مع الاسف يعني طبعا شبه كتير من التضارب والقصور وابداء وجهات النظر ومحاوله فرض وجهات النظر دي على الواقع العملي. هذه الآراء لا تتعدى أكتر من أن هي تكون مجرد آراء. القانون قانون والأحكام أحكام والمواقف الثابتة ما بتتغيرش. إحنا إن شاء الله بأمر الله النادي الأهلي زي ما أنا قلت لحضرتك النهاردة يقول كلمته ويوضح للناس أن ما فيش حاجة هتفرض على النادي الأهلي. إحنا كلنا أولاد النادي الأهلي بجميع فروعه، مجرد أن إحنا لينا موقف ثابت هنأكده وهنوضحه، وكلنا هنكون وراء القرار اللي هياخده النادي. وبأمر الله إن شاء الله يعني هيكون يعني موقف أنا يعني بعتبره من المواقف التاريخية اللي النادي إن شاء الله هيعلنها بأمر الله النهاردة. اتفضل. منك رساله لاعضاء الجمعيه العموميه طبعا بالنسبه للائحه، وكمان يمكن كان ليك بعض الامور انت وبعض الاختلاف في اللائحه الاسترشاديه بالنسبه للائحه الخاصه بالنسبه للنادي الاهلي، واصرار النادي الاهلي كالعاده ان هو جمعيته العموميه هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات واتخاذ القوانين. لو بتقول رساله للجمعيه العموميه بتقول لهم ايه؟ والله الجمعيه العموميه منوط بيها ان هي ما تقفش ورا اشخاص، تنسى الاشخاص تماما. الجمعيه العموميه لازم تساند ناديها، لازم تبقى واقفه ورا ناديها بكل قوه عشان يبقى في موقف مش معلن من اشخاص، معلن من الجمعيه العامه للنادي الاهلي، الناس اللي بتشكل الراي العام جوه النادي الاهلي. فانا بدعوهم يعني والله من قلبي وبجميع يعني سواء الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، ان هم يبقوا متواجدين لمناصره النادي قبل اي شخص. النادي هو الكيان، هو التاريخ، هو 110 سنه، لازم الناس تقف بكل قوه جنب ناديها. لازم تعرف ان انا من رايي الشخصي وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، ان ما اعرفش انا حاسس ان في شيء بيدبر للنادي ويحاك لي في الظلام، والجميع يعلم ان في نفق لا قدر الله مظلم ممكن يدخل فيه النادي. فلذلك انا بمنتهى الامانه وبمنتهى الحب بقول لكل حد بيسمعني دلوقتي من اعضاء الجمعيه العموميه، اقفوا جنب ناديكوا قبل ما تقفوا قبل جنب اي حد تاني. النادي محتاجكوا فلازم تكونوا واقفين جنبه وتقولوا كلمتكوا وتقولوا للعالم كله احنا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي.
شكرا يا فندم. كل الشكر طبعا الاستاذ وائل عوض احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ومستمرين معاكم هينضم لنا كمان الاستاذ محروس بدر احد اعضاء ايضا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. لو باخد منك النهارده حضورك بالنسبه للمؤتمر النهارده الخاص باللائحه، شفنا اللجنه الاولمبيه بتصدر لائحه استرشاديه، النادي الاهلي عنده لائحه رائعه جدا، كان في لغط كبير جدا الفتره اللي فاتت تناوله المواضيع بشكل يمكن غير صائب، قول لي انت قريت الموضوع ده ازاي الفتره اللي فاتت، وازاي كانت قراءتك بالنسبه للهجوم الكبير على مجلس اداره النادي الاهلي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وانا وجودي هنا مش دعم لمجلس اداره ولا دعم الفرد من الافراد، انا وجودي هنا لدعم كبرياء الاهلي. الاهلي طول عمره هو الكبير، مش كبير بتاع مصر بس، لا ده الكبير بتاع الوطن العربي وافريقيا. يعني انا اللي قريته في الاحداث اللي فاتت بصراحه شايف فيه تعنت، وتعنت انا شايفه ان هو مش مبرر حتى مش قانوني، وتعنت بس قدام وسائل الاعلام. يعني انا لما اشوف حد بقيمه وقامه اشخاص بدون ذكر اسم ولا حتى وظيفه بيتكلم على احكام قانونيه نهائيه وداخل على البت او تقريبا وبت كمان، وبيتكلم علينا مش هتتنفذ، ووروني مين اللي هينفذها. طب الرساله ايه؟ يعني الرساله للشعب المصري ايه اذا كان في حكم قانوني بات ونهائي؟ يعني اعلى قامات الرياضه في مصر بيقولوا مش هتنفذ. طب انا لازم هنا اكون موجود لحاجتين، للاحكام القضائيه على مستوى البلد كلها وللنادي الاهلي. وبعدين انا بهيب برضو بالجمعيه العامه للنادي الاهلي، وهي من هي؟ ان انت عضو جمعيه عامه في اكبر نادي في مصر، في في في, في نادي الكبرياء، نادي يعني انا مش عايز اتكلم في الاهلي لان انا حتى لو قلت له انا لا اسوي شيء في الاهلي. فانا بهيب بيهم ضروره الحضور بكثافه، لان ده كبرياء الاهلي، دي عظمه الاهلي، ده تاريخ الاهلي. الاهلي لا يفرض عليه لائحه، الاهلي لا يفرض عليه، لان دي هتبقى وصمه عار في جبين كل اهلاوي، وهنعاير بها من اجيالنا اللاحقه بينا من اولادنا، ان هيجي في وقت من الاوقات ان يفرض على النادي الاهلي لائحه. فانا بهيب بيهم ضروره التواجد بغض النظر عن المكاسب الشخصيه ولا المكاسب. والاهلي دايما على فكره في اجتماعات مجلس الاداره الاهلي دايما بيفاضل ما بين الافضل، الفاضل والافضل، ما بين الحسن والاحسن. فالمعركه اللي جايه دي مش معركه انتخابات خالص، مش معركه شخوص ولا اشخاص خالص، المعركه دي معركه الاهلي. فارجو من الجمعيه العامه للنادي الاهلي التواجد وبكثافه لاثبات كبرياء النادي الاهلي، لان ده انا بقول لحضرتك احنا هنعاير بيها. وبنتكلم كمان على اللغط بالنسبه للائحه الاسترشاديه في اللجنه الاولمبيه واللائحه الخاصه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن طبعا الناس القانونيين بيقولوا ان مفيش تدخل من اللجنه الاولمبيه في الانديه بالنسبه للانديه النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، انت ازاي بتشوف الموضوع ده وشايف الموضوع ده تدخل ولا لا؟ يا فندم في تدخل، وتدخل سافر، وتدخل انا شايف ان هو مش مبرر. ولو الجمعيه العامه بتاع النادي الاهلي موافقه ان هي تدار من اللجنه الاولمبيه او من غير اللجنه الاولمبيه، فانا مش هقدر اقول غير دي شأنها. بس انا شخصيا هاقاتل لنجاح لائحه النادي الاهلي. مش عايز اتكلم في بنود اللائحه الاسترشاديه لان الناس قتلتها بحث وهتقتلها بحث الفتره اللي جايه دي. انا عايز اقول انا لا يفرض على النادي الاهلي لائحه، ولا ومع العلم ان اللائحه هذه اللائحه معيبه، هذه اللائحه فيها مش عايز اقول فيها اجزاء مخالفه للقوانين. انا ما اعرفش. وبعدين استقتال اللجنه الاولمبيه سواء المصريه او مندوب اللجنه الاولمبيه الدوليه في 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 حشر الاحكام القضائيه في 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 موضوع زي ده، انا حاسس ان في حاجه مش عايز اقول ضد شخوص، ولكن في حاجه تحاك ضد النادي الاهلي. فالرجاء تاني وتالت وخامس وعاشر، كبرياء الاهلي يا اعضائه، كبرياء الاهلي يا اعضائه، كبرياء الاهلي يا اعضائه. شكرا جدا. اكيد طبعا مستمرين معاكم زي ما بنتكلم عن اللائحه الاسترشاديه، لكن طبعا قبل ما تنضم لنا يمكن دي اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي اللي هيتم النهارده اعلانها، ويتم طبعا توزيعها على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لمناقشتها النهارده وعرضها، وكمان زي ما اتكلمنا على اوجه المقارنه والاختلاف بالنسبه للائحه الاسترشاديه. مستمرين معاكم اكيد معنا طبعا احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، بكلمك طبعا النهارده على الحضور بالنسبه للمؤتمر الصحفي الخاص باللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، اوجه المقارنه، اوجه الاختلاف، اوجه الخاصه باللائحه الاسترشاديه والنادي الاهلي، وحضورك النهارده بيمثلك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت حابه ان اشوف اكتر من كده بكتير، وكنت حابه ان جميع اعضاء الجمعيه العموميه وجميع اعضاء النادي يكونوا موجودين. احنا عايزين نخلي الانتخابات حاجه وحبنا لكيان حاجه. الافراد كلهم زائلون، محمود بي طاهر الخطيب، حسن حمدي مع احترامي للالفاظ طبعا والمقامات، ولكن احنا ككيان القيام باقي يعني. فاحنا عايزين ننحي اي حاجه جانبا ومع النادي الاهلي
مع اعضاء الجمعيه العموميه، مع مصلحه النادي، مع كل حاجه، مع النادي. الفتره اللي جايه لاعضاء الجمعيه العموميه في للتصويت على اللائحه او اختيار النادي الاهلي لائحته الخاصه؟ ايد واحده، عايزين كلنا نبقى ايد واحده، ما ننقسمش، عدم الانقسام. والطابور الخامس، عدم الطابور الخامس ده خالص، يعني بلاش الطابور الخامس يدخل بينا خالص، واحنا كلنا ابناء جمعيه عموميه بنحب مصلحه النادي، وجايين عشان نقول لمحمود بيه احنا مع اللائحه الاسترشاديه الجديده ومع حضرتك ومع اعضاء النادي الاهلي. ميرسي، شكرا لذوقك. كل الشكر طبعا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. زي ما بنقول طبعا النهارده مؤتمر صحفي خاص للاعلان عن اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، اوجه مخالفه، اوجه المقارنه بين اللائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، هيتم توزيعها زي ما قلنا النهارده عقب انتهاء المؤتمر الصحفي. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده واعضائه الجمعيه العموميه لاختيار اللائحه الخاصه التي تتناسب مع الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي. اكيد كنا مستمرين معاك زميلي محمد هنا من نادي الاهلي فرع الجزيره، ونقل خاص للمؤتمر الصحفي الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي. وعودة ليك من جديد في الاستوديو.